بس القادم ليهم. كابتن ممدوح يمكن حضرتك كنت عايز برضه تشرح لنا حاجه فنيه كده. يمكن النقطه اللي اشار بيها كابتن احمد زكريا بدايه كابتن احمد سمير المعد في مركز ثلاثه للاتحاد. اغلبيه المدربين الفنيين في جميع الانديه بيبداوا اما البلاي ميكر في مركز اثنين او في مركز واحد لو معاه الارسال. تمام. فما يجي كابتن احمد سمير حب يعني يظبط خطوط قدام خطوط، فهو بيبقى حاطط تصور قدامه انهي خط اللي هيمسك كابتن احمد صلاح اللي هو بيشوط بنسبه اكبر، فعايز يطول الملعب ويحط له اعلى اثنين بلوكات، فبيجي ده على حساب الهجوم وخبر حياتك. فهنا كانت البدايه النادي الاهلي لما بدا بعبد الله عبد السلام وارسالات قويه جدا وبعديه احمد صلاح، ففرق 10 بونت في بدايه الماتش، ده عمل احباط كبير لفريق الاتحاد. اضطر الكابتن احمد سمير ان هو يغير برضه في اللعيبه والبوزيشنات بتاعت اللعيبه. كان بادئ بمحمود شحاته في مركز الاثنين، مركز الاوبزيت زي احمد صلاح في النادي الاهلي، وجي في الشوط الثالث لعب عمر صالح اللاعب الاصغر سنا والاعصر، اللي هو كان المفروض من وجهه نظري كان ده افضل تشكيل. رجع محمد مصطفى الشهير بلعبه في عبداء على الشبكه، كان في الشوط الاولاني بادئ بيه على السيرف، يمكن هو ده اللي بيفرق معاه. كل تصور للمدير الفني انا عايز الهجوم اعلى ولا الاستقبال اعلى ولا الخط ده قدام الخط ده، وبيظبط الخطوط قدام بعضيها. فالحمد لله ان النادي الاهلي واخد الموضوع من بدايه الماتش بجديه. خبره لاعبين النادي الاهلي كبيره جدا. عبد الله عبد السلام بيقدر دخل النهارده ريموندو واحمد سعيد من مركز سته كتير جدا. نسبه البلوكات اللي شرحها كابتن احمد زكريا ان النادي الاهلي حصل على 11 بلوك، دي نسبه اكبر من النسبه العالميه، نتيجه برضه ان محمد عادل خد بلوكات كتير، مع عبد الله عبد السلام خد بلوكات، احمد صلاح خد بلوكات، احمد سعيد خد بلوكات. ما فيش لعيب النهارده في النادي الاهلي كازمير خد بلوكات، فدي كانت تفوق بنسبه كبيره على النادي الاتحاد. فرق كتير طبعا. فمبروك للنادي الاهلي، تملي بيقدمه الجديد، يمكن اشار ليها سياده اللواء خالد ابو زينه، حته الانضباط. الانضباط مهم جدا في الفتره الحاليه، مش عايزين حد يجي له كورونا قبل ماتش الزمالك. مهم جدا، مش محتاجين صحيح. محتاجين نلعب كاملين. احمد صلاح نفسه قال كده كمان. فخبره احمد صلاح كبيره جدا برضه اشار ليها، ان هو بياخد ماتش بماتش، بيركزوا في ماتش عندهم ماتش الجيش يوم الاربعاء، لا هيتمرنوا عشان ماتش الجيش لحد ما يخلص، وبعد كده يبداوا يفكروا في ماتش الزمالك. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم الحصول على الدوري وكاس مصر، عشان دول البطولتين اللي هيخشوا دولاب النادي الاهلي كما وعدونا فريق كره الطائف. يا رب يا كابتن.